فقدك يا إنسان ما بقاش أمان نسيت العالي براج حال حنان لحم لسان ويبيع وقالي بابا مرة فيها أسرار وانت اختار كل ورقة بدات عمار شكون داري باللي صار شكون اللي داري شكون اللي يجيب لي الاخبار بابا مرة فيها أسرار وانت اختار كل ورقة بدات عمار شكون داري باللي صار شكون اللي داري شكون يجيب لي الاخبار جواب معرف الجاني يا الجنة ولا النار كل يوم اخبار كل ورقة غربت ريار شكون داري باللي صار باللي داري شكون يجيب لي الاخبار يا الجنة ولا النار كل يوم اخبار كل ورقة غربت ريار شكون داري باللي صار شكون اللي داري كيما كل حكاية حداش حداش فيها بداية وباش الحقنا الوشفتو انتوما صاروا بزاف حكايات اللي قربونا من بعضانا راح نشوفوا الناس اللي خلات هذا المشروع يكون الناس اللي خدمت لا الناس اللي حاربت حتى الدقيقة الأخرى وكين عياو ندوا استراحة محارب على خاطر وقت الحرب كاين دي صلة كاين ناس تحب خدمتها والفنيان ما عندوش بلاصة مع ليكيب تاع 11-11 فهذا الحلقة راح تشوفوا شوية من وجه جوزنا هذو شهور باش يلحق 11-11 لداخل الديور تشوفوا تعبنا تكونوا الوالة في ليلوج تدخلوا في قلب الجزء الثاني من 11-11 لي ريبيتيسيون لي زونترينمون تحسوا واش حسينا باش تكونوا قراب لقلبنا وفي قلب 11-11 الجزء الثاني مرحبا بكم.
خلق يعني فضاء واحد اخر للدراما باش دير سوق دان بولار. دونك جو بونس كو سي تان جور ان بو سبيسيال لي اوساما جو سالو دايور كي ا توشي ا سو جور دو بروبليماتيك دون لا سوسيتي. انا بورما في الحياه العاديه يعني عند البشر وعند الاشخاص عموما دائما شاك بيرسوناج ولا شاك بيرسون تصيب عنده ليموسيون برينسيبال تاعو في الكوتيديان تاعو في الحياه العاديه. اكزومبل واحد ما تقيس على بزاف حاجات تصيب انسان نيرفو مقلق هذيك هي ليموسيون برينسيبال تاعو في 24 ساعه تصيب طول طوم مقلق. عنده ايموسيون واحده اخرى بار اكزومبل مي تكون سو غون تكون ثانيا محطوطه بار اكزومبل قليل وين تجي وين تطلع. دونك نهار ندخلو نخدمو على ان كاركتر على ان بيرسوناج سي لا ميم شوز. سيتي كوا ليموسيون برينسيبال دو هشام العام اللي فات؟ سيتي لا بانيك. الشعور الاول والرئيسي اللي كان عند هشام لا بانيك اللي تي طول طون بانيكي. مشات القصه حتى وين صرا لو مورتر صارت القتيله دو مالك. ا بارتير دو لا هشام يلا شونجي هشام تبدل تغير. سيتي كوا ليموسيون برينسيبال تاعو اللي ولات في لا سيزون 2 اللي شفناها دايور في الجزء الثاني اللي هي الحزن. دونك هشام نقص من لابانيك تاعو ولا حزين بوكو بليس كالكو بار ندم القتيله تاع ملك. دونك ليموسيون برينسيبال تاعو اللي كانت في هاد لا سيزون سيتي الحزن لا تريستاس. دونك جي ساي دو ترافاي لو ماكسيموم على الحزن. دونك هذه الطريقه اللي ولا الفرق اللي كان بين الجزء الاول والجزء الثاني فيما يخص شخصيه هشام. Il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué. On va dire une scène qui marque là où c'est une scène اللي تبدا مرتاح فيها مع الاكتور كي اون فاس شخت برشا مع اكرا برشا قلنا نحنا بزاف شخت بزاف مع اكرا سا ان اكتور اور نو بالحق. دونك اون فا با دير اون سين كي ما ماركي مي سي اون جورني كي ما ماركي خاطر اون ا جوي توت لي سين دو لا كاج اون اون سول جورني. دونك سيتي سامبا لعبنا شخنا ان شاء الله نكون عند حسن الظن. حورية الشامي كما شفتوا في لا دوزيام سيزون اكتشفناها اكتشفنا شا عاشت وعلاش ولات كيما هكاك. الانسان ما يوليش قاسي لو كان ما عاش طفوله قاسيه في حياته من قبل. دونك شفنا في لا دوزيام سيزون حورية علاش ولات كيما هكاك واحيانا الظروف هي اللي تخليك تولي كيما هكاك وتاثر عليك وممكن تولي انسان ماشي مليح احيانا. حورية انسانه متسلطه تتسلط بزاف على الناس وتتسلط بزاف في قراراتها وتفرض رايها. يعني كاين بزاف ناس يفرضوا رايهم لكن باحترام. حورية شويه تروح في الجانب تاع التهديد الجانب تاع ما على بالها بحتى واحد ما يقول واحد المثل اعلى ما في خيلك اركب فوق الخيل زعما اللي يجيك الحيط اللي يجيك كبير نقز منه. هي رايحه كيما هكاك. زينب زينب خرجي زينب زينب زينب
بيان سور اون عجبتني بزاف لا دوزيام سيزون ميم الى لا بروميير سيزون ديالي عجبتني بزاف بصح لا دوزيام يا بلوس دانتريغ يا بلوس ديفينمون بزاف صوالح كي سو باس كثر من لا بروميير سيزون جو تروف اي بي بوكو دو بيرسوناج كومبلكس فيه تفكير بزاف تحليل دونك جو تروف كو هاد لا سيزون الي انكور بلوس ابوتي كو لا سيزون شات بقيت وحدك راك ما على بالكش بصحتك ما على بالك بحد شيء تعرف تأدي ادوار وتعرف تقول في رحبه الكوال تعرف تقمص ادوار اللي ما تقمص تحسن دراما تتقن تراجيديا وتعرف تستعمل حتى الكوميديا لكن للاسف ما تعرفش تتعلى في نفسك كل سن عندها الخاصية تاعها عندها خصوصيتها دونك جو بو ايمي باغ اكزومبل لا رونكونتر تاعي لي سيكونس كون جافي دي رونكونتر افيك نورا يافي دي مومون تري يعني كانوا يعني سي دي لقطات بلان دو سونساسيون دو سونتيمون عليك انا نهار بديت مع ليكيب هذه تكنيك الله يبارك كامل ولاد فاميليا يقادروا بعضهم الحمد لله يا ربي يحبوا خدمتهم ونشكرهم بزاف بزاف على خاطر توجور نقولها لو كان مشي هما احنا امبوسيبل نخرجوا في الصوره هذيك المليحه من ليماج حتى للصون حتى الماشين وحتى الليكترو حتى كامل حتى الميكين اوف حتى كامل كيما ولاد فاميليا هذا واش نقدر يا الكاميرا هي مش خيره هي ما كاين والو ابا با با وسام قضي وسام سكون انا وياه من زمان نهار كنا في دي زاماتور قبل ما نتوجهوا يعني الحياه الاحترافيه قبل ما نولوا نخدموا دون دي بروجي اللي اللي ولاو مسموعين وعندهم صوت وعندهم يعني اللي راحوا عند لو غران بيبليك سامع قبي سي اون تري بيل سوربريز باسكو اسامة دابور هيشا Et ça, c'est très important. Il a prouvé. C'est quelqu'un qui est très dynamique, quelqu'un qui est très intelligent aussi. Il essaie toujours de trouver le. Mais je suis le chat, le classique, il y a le. Il
نمطي. هذا السيد هذا خليني نقول لك الشهاده تاعي انا جولادمير بوكو بليس كانسان بل كفنان اللي تري باسيوني اللي لابس كي في. والله صراحه افتخر انني اشتغلت معاه صراحه والله. Oussama, ma première déjà rencontre était très bien parce que d'abord il m'a mise à l'aise. Delphi a confiance. C'est la première chose que j'ai envie de dire parce que le mukhrij il faut faire confiance dans le film. Et la chose que j'ai sentie c'est que c'était taqbiya, يعني ما قاليش بلي انت يا بالك ما تقدريش ولا au contraire, ça a aidé بزاف et il m'a mise en confiance et puis نشكرو بزاف اللي عطاني هذه الفرصه باش مثلت هذه الشخصيه خاصه. Ce que j'aime à Oussama, c'est que il communique avec les acteurs. Donc, ma Oussama, c'est parfait. إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها وإني لا صاحبها.
très très belle séquence. Oui, à un moment donné, malak tu les mets hors de jeu, tu les mets chauffés malak. On dit le dar l'aitam l'orphelina et une house alia. Et je ramène avec moi des cadeaux des enfants adultes à l'orphelina, à dar l'aitam. Et comme Hicham trabaf l'orphelina, qui est un frère, il a fait d'acquérir ou qui comme il joue des gens, il joue une semaine barra, il joue boulhom hadaya, il joue boulhom. Donc Hicham, il a essayé de faire la même chose. Donc je l'ai des cadeaux, j'ai fait l'île. ويحوس على ملاك وما لقاهاش وبكى بكى هشام بكى نون سولمون يحوس علي على ملاك يدو دو كان يستنى داك لو مومون تاعو باش يطلع النهار يتكون معاه ملاك يمد لي كادو يمد الهدايا هذوك للدراري الصغار سي كوم سي نفس الشيء تعاود يتبرك برك هو كان من الخارج ما كانش في الداخل ما كانش في دار الايتام كطفل صغير Et quand j'ai pensé à le moment qui coûte une tournée fait, j'ai dit impossible. Balak rah naqdar nousel hadak el yani shuur hadak yani bhadik tariqa. Kont habbek tkouni maaya. Bdou sbah kim bel drari farhou kamel. أنا شرحت يا ملك علاش خليهم احنا ملك ينوضوا الصباح يصيبهم جبت لهم لي شوكولا جبت لهم كلش ليلى بورسالي اللي نحييها بزاف ديجا سي اون ارتيست تري تري كونو وفنانه كيما فنانه في لا كوميدي فنانه ثاني في الموسيقى وكان لو شوا تاع اسامه قبي المخرج اللي نحييه باسكو الله يبارك له اون فيزيون كسوسوا في الكوتي تاع التمثيل وعنده ثاني اون فيزيون في الموسيقى وين ما بروبوزي لو نون تاع ليلى يعني الجمهور يعرف بلي ماشي ستيل ديالي ماشي النوع الموسيقي اللي نغنيه ابيتوالمون بصح نشكر بزاف اولا اسامه اللي خمم فيا يعني النهار اللي اقترح لي هذا لو ديو قلت له يعني راك سور بالك ماشي مليح عليك ولكن شمسو لقى اون سوليوشن باش نقدروا نساجمو مع بعضنا بعد في الغناء وعطاني هذوك لي باساج ديالي نقول له ميرسي بوكو ميرسي بوكو باسكو فتح لي باب اللي كنت ما كنتش نتصورها انايا دونك وانا فرانشمون ماشي باسكو لا شونسون انا غنيت فيها بصح شابه بزاف اي سا دوني فريمون بيان كي تلاقينا في الاستوديو لا كومونيكاسيون كانت هايله باسكو كاين احترام بيناتنا موسيقي دونك سيتي فاسيل بوغ ال دانيت باش تغني على الغنيه باسكو سي اون شونتوز بروفيسيونيل ومدت هذاك لو بلوس اللي كنت نحوس عليها انا ولو شوا كوتي برودكسيون ميوزيكال يعني انا درتها بالعاني حطيتها في هذوك البلايص اللي تغني فيهم باسكو على بالي بلي هذوك البلايص هما اللي تمد فيهم اكثر يسا دوني لو كور لو بيك درني جور تاع تورناج لي دو درني بلون سلام بولي
عليكم ليكيب 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 عيط لهم كاع لي مونكي عيط. جولي avant de lancer le coupé ou les général, voulez vous remercier كاع يعطيكم الصحه. ميرسي كاع الناس اللي تعبت وعيات وحبت لو بروجي من قلبها. لي جون سينسير, لي جون كي اون في تو بور سو بروجي, يعطيكم الصحه. Il faut juste savoir que pendant tout le projet, j'étais sincère avec vous. Je n'ai pas dit que c'était la seule chose. La seule chose que j'ai dit, le projet. Il y avait beaucoup de difficultés pour terminer le projet. C'était vraiment, vraiment difficile pour moi, plus que l'année passée. Mais heureusement, alhamdoulilah, on a réussi à terminer le projet. Il y a des comme ça et on lance officiellement le coupé roulé général. الحمد لله. Halim, c'est vrai qu'il nous manque cet العام. Il nous manque énormément. Je pense que Halim كان عنده بلاصتو يعني قوية في la deuxième saison. أنا بالنسبة لي كصديق كأخ يعني كما نقول لك نعرفه تقريبا عندي أكثر من 25 سنة. حليم 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 ربي يرحمه ان شاء الله. واش نحكي واش نحكي على حليم؟ نقدر نقول لك باللي تالمو حبيت حليم كانسان وكشخصيه وكفنان. كان من اختياراتي الجزء الثاني باش يكون حليم هو هو الشخصيه تاع القصه ولا الفكره تاع 11-11 الجزء الثاني تكون مبنيه عليه. قول له حليم ميرسي بور تو. شكرا حليم على كل حاجه على كل الملح اللي تقاسمناه مع بعض. حليم صديقي واخي, الله يرحمك يا حليم, الله يرحمه ويوسع عليه. انا واحد من الناس كيما كامل ليكيب كامل الستاف كنا كاملين حابين يكون معنا حليم. حليم زريبي فنان كبير الله يرحمه, نتمنى له ان شاء الله الرحمه وخساره كبيره في المجال الفني. الناس اللي تعرف حليم واللي خدمت معاه ديجا من قبل يعرفوا بلي هذا الانسان ما تكرهش منه, ما تقدرش تمل وجودك معاه. كي تكون كي يكون قاعد معاك مساكت وما يهدرش نص ساعة والله غير ما تمل من الجلوس معاه. والناس اللي خدمت معاه على بالهم بهذا الشيء. تمنيت لو كان الفنان حليم زريبي كان معانا اللي لعب فريمون كي لعبت معاه كان تحسب فريمون علاقة بنت أخت مع الخال. يعني أنا أترافيغ شخصية لالا زينب مثلته نوعا ما, إذا الله يرحمه ويوسع عليه. فوالا هذا هو الشيء اللي نقدر نقولوه على واحد اللي خلى بصمة في هذا المسلسل وماشي غير في هذا المسلسل. وانا بيرسونيلمون كان ليا الشرف اللي خدمت معاه وكان ليا الشرف اللي تقاسمت معاه ليكم. الله يرحمه ويوسع عليه كان راح يمدان بلوس يمدان بلوس كبير للمشروع وكان حاب بزاف يكون في هذا المشروع. مام كان مريض مسكين كان تعبان كنت نحكي معاه هنا نكسرو سواء دي ميساج ولا دي زابال ولا كان يستنى لو مومون وقتاش يجي باش نبداو التصوير. لكن شاءت الأقدار وما كتبش الله,
اللي بارتي حاليا راح الله يرحمه ويسعده. والله غير انا نهار اللي لحقني خبر الوفاة تاعو تاثرت بزاف وشغل كنت نستنى كلش غير خبر كيما هذا دونك مور ما لحقني الخبر واحد الزوت سوايع وانا نبقى نعيد في النيميرو تاعو ونيميرو يصوني ونقول ما كاش منهم. تمنيت لو كان كان فريمون معنا في لا دوزيام سيزون لكن انتقل لرحمه ربي دونك طاقم العمل هدا له هاد لا دوزيام سيزون الله يرحمه. داير نقدر نوريكم ميم لافيش تاع لا سيزون 2 اللي كنا دايرينها اللي كانت مبنيه على الصوره تاعو. هذه أول أفيش خدمت لحداش حداش. ربي يرحمه ربي يرحمك. سي كيلكان لي لا دوني بوكو بور تياتر ألجيريا. سي كيلكان بعد اقتحم الدراما اقتحم التلفزيون اقتحم السينما زاد برهم أكثر قدراته وهذا الأجل على كل حال. من نظن بلي حليم كان بقى كان قادر يكون أحسن ممثلين في السينما وفي التلفزيون الجزائري. الله يرحمه. ميرسي. شكرا حليم وربي يرحمك ويسع عليك وإن شاء الله تكون من أهل الجنة. إن شاء الله ربي يرحمه ويسع عليك نتلاقاو في الجنة بإذن الله. سيت نكتب كلمات هكذا اللي كنت وحدي مريح قلت نكتب كلمات ربما نقدر نعبر على الآسى اللي راهو داخل قلبي. الصورة لا تعني شيئا والصوت أصم في أذني. في المشهد لازلت حيا وخيالك لا يترك جفني. في الفن لاقيتك صبيا وأنا أحبو في فني. عبارتك في شفتي ترسو كلمات نقشت في ذهني. حليم قال كي تخيب عليا الدنيا تظلم في عيني. عيدكم مبارك خوتي العزاز صحة عيدكم فوزا. إذا نقول باللي الجمهور الجزائري عيدكم مبروك ولا ما بخير عيدكم مبروك الناس كل اللي تبعوا فينا. نقولكم صحة عيدكم وجيسبر كو عجبكم 11 هاد لا دوزيام سيزون. صحة عيدكم كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. كل عام تجوزوه بصحة وعافية وان شاء الله العام الجاي نكونوا خير من هاد العام. ان شاء الله يعجبكم المسلسل وان شاء الله نكونوا خفاف عليكم. صحة عيد كامل الجزائريين، صحة عيد كامل المسلمين، سبيسيالمون صحة عيدكم نتوما لي تيلي سبيكتاتور تاع لا سيري 11. سلام. يا حاير انا كره الباسي اللي فات عليا سنة مور سنة. حايب ننسى وتبرى الكيا ما حسيت بالهنا. وحبابي غدروا بيا نفاق والخيانة. أنا الغلطان ماشي بالنية. هي أنا هو المهموم وندعي ربي اليوم وتزول هذه الكية. في من ندير اللوم نساوني واش نكون في بالهم سهلة الدنيا. اسمح لي يا قلبي ماشي غرضين اديك عييت نوصي فيك ما تديرش لمان خسارة خسارة. اسمح لي يا قلبي ماشي غرضين اديك عييت نوصي فيك ما تديرش لمان خسارة خسارة. صار اللي صار
الدار شفت الموت بين عينيا بين ربع سوار جات الضربة ومسحوها فيا زمان الحقار يدور الدور وتضحك لي الدنيا ويجي نهار ونشوف في لي ضحكوا عليا يا انا هو المهموم وندعي ربي اليوم وتزول هذه القيا في من ندير اللوم نساوني واش نكون في بالهم سهله الدنيا اسمح لي يا قلبي ماشي غرضين اديك عييت نوصي فيك ما تديرش لمان خسارة خسارة اسمح لي يا قلبي ماشي غرضين اديك عييت نوصي